إذا كان الإنسان يتوب من المعاصي ثم يعود إليها مرة أخرى بعد أن استمرت توبته لفترة وجيزة، ما هو العمل وكيف له أن يتمسك بتوبته تلك؟ جزاكم الله خيرا. أولا على المسلم إذا وقع منه معصية أن يتوب إلى الله عز وجل التوبة الصحيحة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. توبة النصوح هي التوبة الخالصة الصحيحة، وهي المشتملة على شروط ثلاثة: أولا الإقلاع عن الذنب أي ترك الذنب نهائيا، وثانيا العزم ألا يعود إليه، وثالثا الندم على ما حصل منه من المعصية. هذه الشروط لا بد منها، ولا تكون التوبة صحيحة إلا إذا توفرت فيها هذه الشروط. أما إذا اختل شرط منها فهي توبة غير صحيحة. إذا تاب بلسانه فقط دون أن يترك الذنوب هذا ليس بتائب إلى الله عز وجل. كذلك إذا تاب وترك الذنوب تركا مؤقتا وهو ينوي العودة إليها فهذا أيضا هذا العمل ليس بتوبة، وإنما هو ترك للذنوب مؤقت فقط ولا يغني عن صاحبه شيئا. وكذلك إذا لم يندم على المعاصي السابقة بل كان يشر بها أو لا يندم عليها هذا دليل على عدم صدق توبته، لأن الذي يتوب من الذنوب معناه أنه يكرهها ويظلمها، إذا كان لا يندم عليها فهو غير مبغض لها وبالتالي لا تكون توبته صحيحة. يضاف إلى هذا شرط رابع وهو ما إذا كانت المعصية مظلمة بينه وبين الناس، يعني تعدى على أحد في عرضه أو ماله أو بدنه، فيشترط أن يرد المظالم إلى أهلها وأن يطلب المسامحة منهم، لأن هذا حق مخلوق لا يسقط عنه إلا برده إليه أو عفو صاحبه عنه. هذه هي الشروط التي لا بد منها في التوبة. فإذا تاب الإنسان توبة صحيحة مستوفية لشروطها وقدر أنه وقع في الذنب مرة أخرى فعليه أن يكرر التوبة بشروطها السابقة، ولا يقنط من رحمة الله عز وجل أو يقول أنا تبت ثم رجعت ثم يقنط من رحمة الله ويترك التوبة. لا، يجب عليه أن يتوب ولو تكررت منه الذنوب والمعاصي، لأن كل ما عصى الله فإنه يتوب إلى الله عز وجل توبة صحيحة، والله يتوب على من تاب وإن كثرت الذنوب والمعاصي. قل الله سبحانه وتعالى: ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالحاصل أنه يجدد لكل ذنب توبة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه الامتناع من الذنوب والمعاصي. لكن لو قدر أنه غلبته نفسه الأمارة بالسوء وشيطانه ووقع في المعصية مرة أخرى فعليه أن يكرر التوبة ويكرر العلاج، والله يتوب على من تاب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.